أود أن أشيد بالأطراف الموقعة المكون العسكري والمكون المدني لتوصلي إلى اتفاق إطاري سياسي في 5 ديسمبر ولالتزامه المستمر بالدفع على مالية السياسية قدما. كما أود أن أشيد بالجهود الأخيرة والمستمرة التي ترمي إلى توسيع نطاق الأطراف المشمولة في العملية السياسية، وهو الأمر تلتزم الآلية الثلاثية بمواصلتها، ويأتي هذه الورشة كجزء من العملية الرامية إلى الوصول لحل سياسي نهائي. والآلية الثلاثية موجودة هنا بناء على طلب الأطراف الموقعة، أي مكونين العسكري والمدني على حد سواء، لتيسير العملية السياسية ومساعدة جميع الأطراف على التوصل إلى اتفاق نهائي. ومن الأهمية بمكان أن تظل هذه العملية عملية يملكها ويقودها السودانيين والسودانيات. والأهم من كل شيء أن يستخدم أي اتفاق للسلام أولاً وقبل كل شيء للأشخاص الذين كانوا الأكثر تضرراً من الحرب والنزاع، ويتيح هذا المؤتمر فرصة لسماع أصوات أولئك الذين عادة لا صوت لهم، خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي تؤثر عليهم تأثيرا مباشرا، منها دوافع النزاع والقضايا الإنسانية والأمنية التي تؤثر على النازحين واللاجئين والمشاركة الحقيقية والمجدية للمرأة، وكيفية وتعزيز تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، وذلك من أجل تقديم فوائد ملموسة لأولئك الموجودين على الأرض. وبالطبع فإن الموجودين في القاعة اليوم من النازحين واللاجئين ومجموعات نسائية ومزارعين ورحل وغيرهم لا يمثلون جميع المجموعات والفئات، غير أننا نهدف إلى دمان أن الأصوات الموجودة اليوم هنا تستطيع أن تمثل قضايا وشغل كل المجتمعات المحلية. ونحن نتطلع إلى مشاركة أكبر وأوسع لهذه الفئات الرئيسية في الجهود الرامية إلى بناء سلام مستدام. ولذلك يشجعني التمثيل واسع النطاق في هذه القاعة، كما يسعدني رؤية سودانيين وسودانيات القادمين من المناطق خارج خرطوم، بما في ذلك المناطق المتأثرة بالنزاع على الرغم من التحديات التشغيلية. وفي نفس الوقت يؤسفني أن بعض الموقعين الرئيسيين على اتفاق جوبا للسلام غير موجودين اليوم، فمشاركتهم في المناقشات الدائرة حول اتفاق جوبا للسلام وفي العملية السياسية بشكل عام هو أمر بالغ الأهمية، وستواصل الآلية الثلاثية كل جهودها لتشجيع مشاركتهم في العملية الجارية. لقد بعث توقيع اتفاق جوبا للسلام في عام 2020 الأمل لدى الملايين من السودانيين والسودانيات المتأثرين بالحرب، غير أن تنفيذ الاتفاق كان بطيئا للغاية أو ما ينفذ، وأسهمت الأزمة السياسية الراهنة في زيادة تقويضه
الأمر الذي نتج عنه انعدام الثقة في البلاد وحتى اندلاع أعمال عنف جديدة في بعض المناطق. هناك حاجة ماسة إلى تنفيذ أحكام اتفاق جوبا للسلام تنفيذاً كاملاً، كما يجب على جميع الموقعين على اتفاق جوبا للسلام أن يعملوا بعضهم على بعض على تنفيذ الاتفاق، ويجب على المجتمع الدولي يا سادة السفراء بدعم هذه الاتفاق وتطبيقه وجهود لتطبيقه. دعوني أقول بكل الوضوح أن هدف هذه الورشة الأمل ليس تعديل، ليس بتعديل أو بإلغاء أو برفض اتفاق جوبا للسلام، بالعكس. يعني في تشويش وفي إشاعات، ولذلك لازم نقول أن هدف الورشة ليس بتعديل وليس بإلغاء أو ليس بإزالة الاتفاق. الهدف هو التركيز على استكشاف دوافع النزاع والظروف التي تؤثر على الناس في مناطق النزاع ومعالجتها بشكل أفضل، والسبل تحسين تنفيذ وإنعاش اتفاق جوبا للسلام مع الحفاظ على مكاسبه بما في ذلك تلك المتعلقة بالنمو الاجتماعي وحقوق المرأة. كما ستهدف الورشة إلى استكشاف أفكار من أجل تمهيد الطريق لاستكمال عملية السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال عبد العزيز الهلو وحركة تحرير السودان عبد الواحد أنور، وتكف الآلية الثلاثية على الاستعداد الكامل لتقديم الدعم اللازم أو الدعم الذي يعتبر ضروريا في هذا السرد. ونعلم أيضا أن جمهورية جنوب السودان بصفتها الوسيط ستعقد ورشة أمل في منتصف فبراير لتقييم أوجه القصور في التنفيذ والأمل على وضع مصفوفة منكحة لتنفيذ اتفاق جوبا للسلام. ويمكن لنتائج هذه الورشة هون بخطوم اليوم والأيام القادمة أن ترفض العمل الذي سيقوم به بوصفهم الوسيط في اتفاق جوبا للسلام. وبالختام أود أولا أن أشكر أعضاء السكرتارية الأمانة المشتركة على عملهم الدؤوب على جميع التخطيرات التي جرت قبل بدء ورشة أمل هذه. وثانيا اسمحوا لي مرة أخرى أن أشيد بالسودانيين والسودانيات في هذه القاعة على الحضور وإسماع أصواتكم. أشجيكم جميعا على المشاركة في المناقشات بشكل بناء وفعال لاستكشاف سبل تنفيذ كامل لاتفاق جوبا للسلام لكي يطلق العنان لكامل إمكاناتها في الحفاظ على وبناء سلام ومن أجل نساء السودان ورجاله. وشكرا لكم. خالص المجد لشهداء الثورات السودانية وعاجل الشفاء لكل جرحى الثورات السودانية وعودة حميدة للمفقودين. رفيقي وزميلي دكتور الهادي إدريس عضو مجلس السيادة الانتقالي، السادة الوزراء وقادة القوات النظامية المختلفة، السادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية،
السادة أطراف الاتفاق الإطاري، السادة الضيوف والحضور الكريم، مع الاحتفاظ بالألقاب والمقامات السامية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البدء وفي هذا اليوم العظيم من تاريخ انطلاق المرحلة الثانية من العملية السياسية الهادفة إلى بناء ائتلاف أو كتلة انتقال مدني، استناداً إلى ميثاق سياسي أو دستور ينقذ البلاد، دعوني أترحم على أرواح شهداء الثورات السودانية المتراكمة الذين روت دماءهم شجرة الحرية والسلام والعدالة. أثمن المجهودات المضنية لثوار الكفاح المسلح والشباب والمرأة الذين غادوا ثورة ديسمبر المجيدة والتي أطاحت بنظام الطغيان. أحيي أيضا انحياز قواتنا النظامية كما أحييهم اليوم لتفهمهم رغبات هذا الشعب العظيم وتطلعاته للدولة المدنية الديمقراطية. وها نحن اليوم نجني ثمرات ذلك بالتوقيع على الاتفاق الإطاري الذي هو مدخلنا الصحيح للدولة المدنية الديمقراطية التي يصبو إليها الجميع. أعرب عن سعادتي ببشرى التفاهمات التي تمت مع رفاقنا من حركات الكفاح المسلح من الكتلة الديمقراطية. نأمل أن ينضموا إلى الاتفاق الإطاري. ومن هنا أجدد دعوتي للقوى السياسية الأخرى لدعم العملية السياسية المنطلقة والالتحاق بها لأنها أمل السودان. كما عدو القائدين الرفاق عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد أحمد النور للالتحاق بركب السلام ودعم العملية السياسية الجارية الآن. والشكر موصول للأسرة الدولية التي بذلت مجهودات جبارة لدعم حكومة الثورة الوليدة إسر التغيير، كما راعت منبر جوبا للسلام حتى الوصول إلى توقيع اتفاقية جوبا لسلام السودان، وما زالت تعمل في تسهيل العملية السياسية. الشكر خاصة للآليتين الثلاثية والرباعية وكل من ساهم. امتنان خاص للشقيقة دولة جنوب السودان ودولة تشاد والأمارات العربية المتحدة، وتقدير كبير للمجهودات المضنية الأخيرة لإيجاد مخرج من الأزمة السياسية بتوقيع الاتفاق الإطاري وانطلاق المرحلة الثانية للعملية السياسية بمجهودات الآلية الرباعية وكل الأسرة الدولية. دعوني أتحدث إليكم ب
بإيجاز الرحلة السلام في السودان، وهي رحلة طويلة وشاقة بدأت منذ العام 1955 بعيد حرب الجنوب الأولى، واستمرت مروراً بمحطات كثيرة، المائدة المستطيرة، أديس أبابا 72، أدلي وأبشة، نجمينة، أبوجا، نيفاجا، الدوحة، حتى محطة اتفاق سلام جوبا في جوبا في أكتوبر 2021. وهذه المحطة تستحق أن نتوقف عندها لميزات خاصة، أهمها الأطراف المتحاورة كانوا شركاء الثورة فرسموا في جوبا السياسات وتطوير الرؤى التي خاطبت جذور الأزمة السودانية، الأمر الذي لم يكن تفاوضاً للفرقاء أو خصوم، بل حواراً بناءً من أجل السودان كله. اتفاقية جوبا هي الاتفاقية الوحيدة التي لم توقع مع نظام شمولي، بل وقعت مع حكومة الثورة التي وضعت السلام في المرتبة الأولى لمهام الانتقال. شخصت اتفاقية جوبا جذور الأزمة السودانية المتمثلة في الأزمة في إدارة التنوع وإدارة الموارد، كما أعطت حلول ومعالجات جذرية لإفرازات الحرب مثل قضايا اللجوء وقضايا العدالة والعدالة الانتقالية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقضايا التنمية، كما راعت شمول القضايا في جغرافية السودان الشاسعة وشمول الأطراف كذلك. الأسرة الدولية والإقليمية دعمت مفاوضات جوبا فنيا ولوجستيا وكوسطاء ومسهلين وضامنين، ولم تكن هنالك أي تأثيرات سالبة على المنبر، وبالتالي محتوى الاتفاقية هو جهد خالص للأطراف. الوسطاء الجنوبيين كانوا جزءا منا ويدركون تعقيدات قضايا السودان، فكانت قدراتهم عالية لإيجاد الحلول التوافقية في القضايا السودانية. رغم كل هذه المميزات، إلا أن الاتفاقية واجهت عدة تحديات وأبرزها. أود منكم الاستماع جيدا إلى هذه التحديات والتي عملت مؤتمركم في إيجاد مخارج لها، فسيعم السلام السودان وستعم المصالحات، وسنمضي قطبا نحو آفاق أرحب لهذا البلد العظيم. أولى هذه التحديات هي التحديات السياسية. بعد توقيع الاتفاقية مباشرة بدأت بوادر الانقسام تلوح في الأفق بين شركاء الفترة الانتقالية، وانتهت بأزمة سياسية كارثية أدخلت البلاد في فراغ إداري ودستوري تام أعاق تنفيذ الاتفاقية، بل تراجع الاهتمام باتفاق السلام. واجب المؤتمرين الأول هو كيفية إيجاد سبل دعم العملية السياسية في مرحلتها الثانية
لتفضي إلى تشكيل حكومة مدنية يكون من أولوياتها السلام والبحث عن مناخ مناسب لتنفيذ الاتفاق هي أولى التحديات. التحدي الثاني هو التحدي الاقتصادي. السودان لم يستقر إداريا بعد الانتقال ليستقل موارده، كما إن الأسرة الدولية أحجمت عن دعم السودان، فليكن واجب المؤتمرين أو المؤتمرين التفكير في كيفية إيجاد موارد لتنفيذ الاتفاق، إذ لا توجد موارد لتنفيذ الاتفاق. التحدي الثالث هو التحدي الأمني. الجميع يعلم إن بقايا النظام البائد ممن كانوا داخل الأجهزة الأمنية وكتائب الظل وفي الخدمة المدنية يعملون ليل نهار لإجهاد الثورة. بالتالي تفكيك بنية النظام المباد مهمة لحماية الديمقراطية الغالبة. ومن التحديات الأمنية بقاء هذه الجيوش الكثيرة بعدها وعتادها، أعني قوات الكفاح المسلح، دون الترتيبات الأمنية يقودنا إلى جيش واحد موحد في دولة موحدة لا نستطيع حل قضية السودان. التحدي الرابع هو تحدي السلم الاجتماعي، وهو نتاج للتحدي الأمني. فالصراعات القبلية ظلت تندلق بصورة مستمرة في دارفور وفي النيل الأزرق وكردفان وفي شرق السودان، فليكن محور السلام الاجتماعي مبحث هذه الورشة، لأن السلم المجتمعي هو الأساس للاستقرار السياسي، ولأن الاتفاقيات تركيزها يكون في الغالب التزامات حكومية قد لا يركز كثيرا على هذا الجانب، فينبغي على الورشة مساعدتنا في هذا الجانب تحديدا، لأن الجوديات عمل أهالي في الغالب والمجتمع المدني والإدارات الأهلية الموجودة هنا في الورشة يمكنها إسراء الورشة بتوصيات مثمرة. في الختام أرجو أن أخلص إلى الآتي: لا بد أن تأخذ قضية السلام المرتبة الأولى لأي وثيقة من شأنها أن تكون أرضية لإدارة البلاد. لا بد من النظر إلى السلام في السودان بشموله وبجميع مناطق النزاعات فيه ومخاطبة أصل المشكلات والتوترات التي تطرأ هنا وهناك. احترام كافة الوثائق والاتفاقية والاتفاقيات هي حجر الزاوية في استدامة السلام. حسن إدارة التنوع في البلاد هي العمود الفقري للسلام المستدام. أتمنى لهذه الورشة أو لهذا المؤتمر حواراً بناءً وعملاً موفقاً ومخرجات تضيف لرصيد شعبنا الاجتماعي والفكري والسياسي، كما آمل أن تخلص هذه الورشة في إيجاد سبيل لحشد الموارد والدعم السياسي والخروج بتوصيات يساهم بفعالية
في تنفيذ كافة بنود اتفاق السلام لأنها الفيصل في قضايا الحرب والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.